السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. وحلقه النهارده تاريخيه او بتكشف كميه كذب وتدليس تاريخي متعمد وبتطلق رصاصه الرحمه على الجميع. فبالتالي مش هقبل اقل من 10,000 لايك على الفيديو ده عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من المشاهدين من المشتركين في القناه. موضوع طبعا نادي القرن كنا بنتكلم فيه كتير كاهلاويه وبنروح بنيجي، وكانت القضية بتدور في إطار التشكيك والمؤامرة والديل اللي بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته. لا الأهرام بتكذب، لا الأهرام حقيقية، طب نجيب الأهرام، وجدال طويل عريض طول العشرين سنة اللي فاتوا، لغاية لما جاء دكتور فيكن الزملكاوي وأطلق رصاصة الرحمة على الزملكاوية وعلى رأسهم أحمد عفيفي. أخيرا اسمح لي بقى يعني اطلق رصاصه الرحمه على صفحه الاهرام اللي دايما بتطلع علينا كل ما نتكلم عن نادي القرن. صفحه الاهرام المنشوره بتاريخ 18 فبراير 94 بتقول ان الاهلي هو الاول 34 نقطه، كتوكو الثاني 32 نقطه، كالونيا ويندي الثالث 27 نقطه، والزمالك السادس 19 نقطه. لو كانت دي المعايير اللي تم بيها حساب نادي القرن ما كانش الزمالك خد ثاني اصلا، لان بعد التاريخ دوت الزمالك اخذ دوري الابطال في 96، اخذ السوبر قد كده خمس نقط، واخذ كاس الكؤوس سنه 2000 ادي كده اربع نقط، 5 و4 9 9 و19 28، يبقى الزمالك الثالث حتى مش الثاني بعد كتوكو، مما يؤكد ان الصفحه اللي بعض الاهلاويه بيطلعوا بيها بتدينهم مش بتثبت وجهه نظره. ده طبعا كان التصريح الشهير لفكره ان هو بيطلق رصاصه الرحمه على صفحه الاهرام، ان الاهلاويه بيعتمدوا عليها في اشاره ان اساسا الخبر ده ما كانش موجود، او الصفحه فوتوشوب، او الخبر او الصحفي كان مزيف للخبر ده. والحقيقه احنا اتكلمنا اصلا في سكه ان في بطولات او عدد نقاط اهملهم احمد عفيفي، اللي هي الصعود لنهائي 94 امام الترجي والخساره، ثم تاني المجموعه في 97، ثم الدور قبل النهائي في كاس الاتحاد الافريقي. الاهم من كل ده كابتن خالد غندور بيقول له صحيح شفت القناعات دي، لكن الحقيقه الاهرام كانت جايبه الخبر من الكاف نيوز. نشوف احد المسؤولين عن الاعلام في الكاف وهو الدكتور فيكن وهو بيعلن انها كانت بتوصل للاتحادات وللصحفيين. فمعنى كده ان الكاف نيوز دي وكان باللغه، باللغه مش باللغه العربيه صح ولا كان انجليزي وفرنساوي، كان بيروح للاتحادات بس، يعني الصحفيين ما كانش بيوصل لهم غير باعداد قليله، الصحفيين المصريين كان بيوصل لهم بالظبط. الصحفيين المصريين كان يوصل لهم وكان بيترجم، لكن الكاف نيوز دي مجله بتصدر من قبل الاتحاد الافريقي وهي مجله اعلانيه. ايه يا عم اللي انت عايز تقوله؟ ايه المشكله ان الخبر كان نازل في الكاف نيوز وانه كان بيروح للاتحادات الاهليه وكان بيروح للصحفيين المصريين؟ ده معناه مثلا ان هو كان سنه 94، ولا ده اصلا يوم في فكره التواطؤ مع مصطفى مراد فهمي؟ انت بتتكلم صح وتساؤلك صحيح، بس انا هخلي اللي يجاوب عليك المره دي تخيل خالد الغندور. حضرتك هذا انا طبعا متابع هذا الموضوع، انا كنت موجود. هذا التصنيف خرج بعد فوز الزمالك بالسوبر. انا في ذاك الوقت انا فاكر كنت بستعد مع منتخب، انا كنت ساعتها مع منتخب مصر راح تونس بطوله افريقيا، وطلع هذا التصنيف كان بعد اعلان ايقاف كابتن طارق سليم وكابتن ابراهيم حسن وانسحاب النادي الاهلي في ذاك الوقت من في ماتش جوهانسبرج، تم ايقاف بالظبط 20 سنه. الكابتن خالد الغندور مره يقول التصنيف كان سنه 96، ومره يقول سنه 97، ومره يقول اتعمل سنه 2000، ومره يقول اصلا ما كانش فيه تصنيف وان الخبر بتاع الاهرام ده مزيف جدا فاقنعناه بالجمهوريه. الحقيقه الكابتن خالد الغندور بنفسه جاي بيقول ذكريات التصنيف وان كان مع منتخب مصر وانه كان بيستعد لبطوله افريقيا في تونس، وفاكر بالظبط انه بعد. كنت بتكذب علينا كابتن خالد 20 سنه؟ بتكذب 20 سنه ولا جيت افتكرت فجاه لما دكتور فيكن قعد قصادك كده؟ طبعا دكتور فيكن بعد كده لما حس ان، او لما خالد غندور حس ان هو ورطهم وان هو قال اللي بيخدم راي الاهلاويه، طلع تاني يوم قال ده كان بيكذب، وطبعا او مش بيكذب، قال هو قال حاجات كثيره جدا في الكواليس ما قالهاش على الهوا عشان اخلاقه. والله هو عشان اخلاقه قال حاجات كثيره على الهوا يعني، ونتمنى من الكواليس تخليه يقوله مرة تانية، لان ده بيؤثر على حاجة من الاتنين، على قدرتك كمقدم برامج مش قادر تطلع من الضيف اللي قدامك ما يخدم وجهة نظرك وقضيتك،
ودي مشكله جدا، او ان الدكتور فيكن ما قالكش حاجه في الكواليس اكتر من اللي قالت على الهوا، وده بنميل احنا بنميل للرايين يعني. لكن خلينا في الموضوع بتاع فكره 94. اه خلاص يا عم، ايه بقى الفكره ان لو التصنيف موضوع 94 ايه بقى الاكتشاف اللي انت فرحان بيه ده؟ لا الحقيقه لما نتاكد ومن لسان زملكاويه ان التصنيف كان 94 يبقى خلاص القضيه انتهت. ليه القضيه انتهت؟ لان سنه 94 بطولات النادي الاهلي مقارنه ببطولات الزمالك، بس انا عايز اقول حاجه بقى، لا ده الجمهوريه كمان وماجد نوار في ديسمبر وتحديدا 5 ديسمبر 1993 اعلن ان النادي الاهلي اعظم فريق في افريقيا. ليه يا عم الكلام ده جه ازاي؟ نقرا الكلام بتاع جريده الجمهوريه عشان نفهم وناكد ليه ما فيش شبهه مؤامره وليه قضيه نادي القرن انتهت خلاص. ادي صحفي الكابتن الاستاذ ماجد نوار في جريده الجمهوريه تاريخ 5 ديسمبر: الاتحاد الافريقي، الاهلي اعظم فريق في افريقيا. طبعا رحمه الله على الاستاذ الصحفي خالد العاشر لان هو اللي ساعدني في الوصول للصفحه دي، والحمد لله انا السبق الصحفي ده او الاكتشاف ده كان ليا انا، لان كان كله بيعتمد على الجمهوريه على الارام، الحمد لله انا اللي وصلت ل الجمهورية بمساعدة بعض الأصدقاء في أحد الحلقات يعني. ولكن بيقول إيه؟ حصل النادي الأهلي على بطولة أخرى تفوق بطولاته بكأس الأمم الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس التي فاز بها أمس الأول. طبعا أمس الأول كان الجمعة 3 ديسمبر وقبل ما الزمالك كان يواجه كوتوكو مباراة العودة. جاء ترتيبه الأول في الإحصائية التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا بمناسبة الاحتفال الكبير الذي سيقيمه في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال مباراة كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس، حيث سيحتفل الاتحاد الأفريقي بالبطولة رقم 50. الناس اللي بتسال هو ليه اتعمل التصنيف سنه 93 ديسمبر 93 او يناير 94؟ لان الاتحاد الافريقي وقتها كان بيحتفل بمرور او بتنظيم 50 بطوله انديه، من 64 ابطال دوري، من 75 ابطال كؤوس، من 92 كاس الاتحاد الافريقي والسوبر الافريقي، فعملوا 50، وصلوا لعدد 50، فقال لك نشوف مين افضل فريق اشترك في البطولات دي. حيث سيحتفل الاتحاد الافريقي بالبطوله رقم 50 في تاريخ بطولات الاتحاد منذ تاسيسه، وتقرر تكريم النادي الذي سيمثل المركز الاول في تلك البطولات، وتمت الاحصائيه بنظام النقط او النقط يعني النقاط او النقط. فبالتالي ده في جريده الجمهوريه كابتن خالد سنه ديسمبر 93، كان وقتها بطولات النادي الاهلي 7 بطولات افريقيه مقابل ثلاث بطولات فقط لا غير لنادي الزمالك، بطولتين ابطال دوري وبطوله افريقيه. النادي الاهلي 4 بطولات ابطال كؤوس، 2 ابطال دوري وبطوله افريقيه. فبالتالي لو كان في مؤامره يعني ناويينها من 94، كان الاسهل على مصطفى مراد فهم يقول ايه؟ النادي الاعظم هو النادي الاكثر تحقيقا للالقاب في ال 50 بطوله، لكن ده ما حصلش، وخدم فرق ثانيه كتير زي كوتوكو. كان كوتوكو قاب قوسين او ادنى ان ممكن يتخطى النادي الاهلي، بس ده برضو مش معناه ان مصطفى مراد فهمي ما عملش ديل، وان الديل كان موجود بينه وبين عيسى حياته، وان هو اصلا اللي حط المعايير دي على مزاجه وهواه، صح كده؟ مش ده السؤال اللي انت عايز تساله؟ الدكتور فيكن عنده الاجابه. خلاص اتفقنا ان التصنيف ده اتعمل سنه 94. اه 94 مش 95 كان اكيد. اه 94 كان استاذ مصطفى مراد فهمي هو اللي عمل التصنيف. ايوه بالظبط. ما اقدرش اجزم اذا كان هو عمله لوحده او مع الاداره الفنيه، بس لازم اقول هنا حاجه، مهندس مصطفى فهمي ما يقدرش ينزل اي حاجه غير بموافقه سواء رئيس الاتحاد عيسى حياته او اللجنه التنفيذيه، وغالبا في دي غالبا عيسى حياته. ايه ده؟ يعني مش ممكن مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد اللي من وجهه نظر الكابتن خالد غندور ان هو اقوى شخص في الاتحاد، اللي طبعا نفاها دكتور فيكن وقال رئيس الكاف ثم اللجنه التنفيذيه والسكرتير في النهايه هو سكرتير، ما يقدرش ياخد اي اجراء دون موافقه رئيس الكاف او اللجنه التنفيذيه، وده الكلام اللي حصل في التصنيف اللي تم اعتباره بعد كده نادي القرن. وعشان نوضح نقطة ونوضح ان الامور كانت فيها شفافية جدا، انت وانت بتلعب على بطولة او بتلعب مباراة وفي شروط معينة، لا هنغير 3 تبديلات، هنغير 2، لا هنغير 5، فلما تتحط لك الشروط دي قبل المباراة فخلاص انت طالما لعبت المباراة الموضوع منتهي تماما. الناس دي سنة 94 جت حطت من وجهة نظرها الافضل خلال 50 بطولة تم تنظيمها، فطبيعي جدا لما يجوا سنة 2000 المعيار اللي اختاروا بيه 94، وهو بالمناسبة معيار عادل ومعيار اتفق عليه كمان الاتحاد الاوروبي لما جاء اختار افضل 10 اندية في مسابقة دوري ابطال اوروبا على مدار التاريخ، كان فيها الارسنال رقم 10 وما كانش معاه ولا بطولة، واستبعدوا ناس كتيرة معاها بطولات، لكن مش ده الدور بتاع المعيار خالص. حتى لو انت مختلف
مع المعيار انا كنت هتقبل وجهه نظرك، لكن انت بتشكك في اللي وضع المعيار لخدمه النادي الاهلي، وهنا لب القضيه او لب الموضوع، وهنا اللي بنتكلم فيه ان الدكتور فيكن قال ان مصطفى مراد فهمي لا يحق له ان هو يطلع بالمعايير دي الا بموافقه رئيس الكاف واللجنه التنفيذية. بس يا عم هي بقى كده حصلت، هو بقى رئيس الكاف ومصطفى مراد فهمي خدم الكاميرون، خدم الكاميرون مع عيسى حياته، والديل بقى اللي بيتكلموا عليه الزملكاوية بقى لهم فترة، فأكيد سنة 94 كان في ديل كمان لمنتخب القرن يخدم منتخب الكاميرون. حصل نشوف دكتور فيك. ففي الاجتماع ده قالوا احنا عايزين نعمل احسن حاجة في كل بند، يعني احسن فريق كرة نسائية، احسن فريق اولمبي، احسن لاعب منتخب، احسن منتخب، احسن مدرب كلها. بس للقرن قالوا لا، فريق القرن، نادي القرن ومنتخب القرن فقط، والباقي فقط. احسن نادي للسنه يعني. وعلى حسب ما انا فاكر منتخب القرن حطت المعايير في الاجتماع ده، مين اللي حط المعايير بقى ساعتها؟ لا، اللجنه الفنيه هم اللي حطوا المعايير. كان مين بقى ساعتها؟ اعتقد كان مواد واد، كان او يا اما كان سليم علولو، يا مواد واد والسنغال، يا سليم علولو التونسي، كان واحد بس هو سليم علولو. احنا عندنا علي معلولو بنقول له علولو، يبقى هو سليم علولو. وسليم علولو ده بقى كان متفق مع مصطفى مراد فهمي ان هو يدخل، هو يحط المعايير منتخب القرن اللي تخدم منتخب الكاميرون على حساب الاتفاق اللي بين عيسى حياته، بس سليم علولو هو الوسيط، بحيث يكون نادي القرن هو النادي الاهلي ومنتخب القرن هو منتخب الكاميرون، اللي كان بيتقال كتيرة جدا ان هو اتخذ بالبطولات وطلعنا لهم ان هو بالنقاط. فبدأ يقول لك بقى الديل ده، بس الديل ده لو الكلام ده معمول ايه؟ لو الاثنين معمولين سنة 94، وسليم علولو اللي هو تبع مصطفى مراد فهمي اللي عمل المؤامرة دي كان عامل الديل بتاع او الاجتماع اللي اتكلم عليه دكتور فيكن كان سنة 94، لكن الحقيقة ان الاجتماع كان سنة 2000، وده اللي شافه الكابتن خالد الغندور انه كارثة. لكن ودي كارثة كبيرة جدا من وجهة نظري، لأن عندما تم احتساب منتخب القرن كانت بأثر رجعي، يعني سنة 2000 قرروا اختيار منتخب القرن في أفريقيا، فقال لك تعالى بقى نعمل النقاط باللي فات، فممكن اللي بيعمل منتخب القرن يضع النقاط اللي تخلي الكاميرون الأول، مصر الأول، نيجيريا الأول، خلاص هو ممكن يعمل أي نظام يخلي الفريق ده الأول أو الفريق ده الأول. بعد الفيديو ده وتحديدا بتاع الكابتن خالد الغندور، المفروض نقول كابتن خالد الغندور هو اللي اطلق رصاصه الرحمه على نفسه، عمال بيقول ان التشكيك، ومن اول ما بدا بقاله 20 سنه ومن ساعه ما بدا في الاعلام بيتكلم عن فكره التشكيك وجو المؤامره ومصطفى مراد فهمي وشطه الامتحان 2003 اصلا، يعني ما تعرفش كان ايه دخل شطه في الموضوع، اللي هو اصلا كان في الجهاز الفني في بطوله السوبر 94، ما تعرفش ايه هو دخله في الموضوع، لكن ربما هو كان بروحين، روح داخل الاتحاد وروح داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن اساسا الكابتن خالد غندور شايف ان وضع المعايير بتاع منتخب القرن سنة 2000 بعد ما خلاص النتائج بقت واضحة ده كارثة، بنتفق معاك. ولو كان وقتها نادي القرن تم وضعه سنة 2000 كنا قفلنا القضية دي من زمان، وكنا صدقنا ان الموضوع ديل وان هو كارثة. لكن بما انك مع دكتور فيكن اثبتوا ان نادي القرن معاييره اتحطت 94 او تم الاخذ بالمعايير التي وضعت سنه 94 ومنتخب القرن سنه 2000، فهنا استحاله وجود ديل حتى لو علولو يقرب لعلي معلولو اللي موجود في النادي الاهلي حاليا، مفيش اتفاق كده خالص، الموضوع مستحيل. النقطه الاهم ان الكابتن خالد الغندور ما زال مكمل وبيقول ان الفيفا سنه 2000 بعتت للاتحاد، لنادي الزمالك او للاتحاد المصري وقتها، ان الزمالك نادي القرن. متخيلين العظمة اللي احنا فيها؟ نسمع كابتن خالد. المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بعته للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 عشان يعلموا بأن الزمالك على قمة الفرق الأفريقية بعدد بطولاته. للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ قيل ليا ونتأكد، كابتن عبد الصلاح الوحش، هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور، المستند ده نحن نتحمل مسؤوليته يعني، لكن حضرتك انا رغم غير ما اتحمل مسؤوليته. عجبني جدا في الزملكاويه فكره ان هو يدي لك حته قديمه كده، وكان المستند ده قديم بقى له 20 سنه فطلعينه من تحت القبو كده، زي فاكرين انتوا المستند بتاع امن الدوله اللي كانوا اظهروه بعد الثوره، وطبعا كل حته في الورقه مولعه الا ان النادي الاهلي هياخد الدوري كل سنه، دي اللي واضحه جدا. فبيعجبني فعلا شغل الفوتوشوب ده، لكن ما بيعجبنيش خالد الغندور ان هو بيورط نفسه هو
هو فريق اعداده في حاجات غير طبيعيه جدا بتخليه مش يطلق رصاصه الرحمه بس، هو تقريبا بيموت كذا مره في المواضيع دي، اي رصاصه رحمه تطلق عليه شغال عادي. يا كابتن خالد، ده موقع او منظمه اسمها الار اس 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 اف، وكانت لها تاريخ معين وتم انشائها سنه 94. فتعال نعرفك على الموقع ده، هو شبيه بالموقع بموقع اللي هو التاريخ والاحصاء، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، والاثنين اصلا غير معترف بيهم دوليا، يعني نتائجهم دي مجرد اجتهاد فقط لا غير. وعشان نكون واضحين، وصلنا لفكره الموقع ده وجبنا لك الهيستوري بتاعه كده عشان تبقى الامور واضحه قدامك، ونكون بنتكلم ونوضح لك ان هي مؤسسه بتهتم بجمع احصاءات حول كره القدم، بتهدف الى بناء ارشيف شامل للمعلومات المتعلقه بكره القدم. تم انشاء هذه المؤسسه دي يا كابتن خالد من قبل ثلاث اعضاء عام 1994، ثلاث اعضاء 1994، ووقتها كان يطلق عليها شمال، مؤسسه شمال اوروبا. مع بدايه الالفيه الجديده بقى نما عدد اعضائها واصبح لها اكثر من موقع في عدد بلدان، في اللي قال سبعه وفي اللي قال تسعه، فاحنا جبنا زودنا وقلنا ناخد التسعه، سبحان الله التسعه والسبعه والبطولات دي الارقام دي ماشيه معانا. البانيا، البرازيل، الدنمارك، النرويج، بولندا، رومانيا، اورجواي، فنزويلا، مصر، دي المواقع اللي كان فيها المؤسسه دي، وبالتالي هي تشبه الى حد كبير الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. لكن مش ده موضوعنا، موضوعنا ان انت حبيت تدي سن سسبنس ان كمان كان عبد صالح الوحش هو اللي موجود سنه 2000. بالمناسبه الورقه اللي في ايدك دي يا كابتن خالد اللي احنا بنعرض دلوقتي حاليا صوره واضحه منها من الموقع، طبعا مش موقع الفيفا، موقع الار اس اس اف، طبعا دي صوره واضحه جدا من غير بقى ايه تدخل الفوتوشوب الزملكاوي ده، بيوضح الامور، وكان هو له وجهه نظر الموقع ده في الاختيار. لكن الفكره كلها انك تقول ان هو الفيفا، وطبعا الدكتور فيكن كان حريص طبعا وفاهم كويس قوي، قال لك انا مش هتحمل مسؤوليه، انت يا كابتن خالد قلت انا بنتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا. طبعا كالعاده يعني الدنيا بتعدي ومفيش حد بيراجع وفريق الاعداد بيجيب اي حاجه، وربما كمان تكونوا عادي جدا بتصنعوا الكذبه دي. لكن الحقيقه ان انت كمان بتورط نفسك في انك عايز تزود الحبكه الدراميه، فبتقول اصل وصلت للاتحاد المصري الفيفا، يبعت الاتحاد المصري ان الزمالك نادي الكارت، طب ما يبعت الاتحاد الافريقي لو الفيفا بيختار. طب الفيفا ازاي بيحدد يا كابتن خالد على حساب البطولات؟ هو لما جه اختار نادي القرن في العالم عملها بالتصويت، يعني لازم نشغل دماغنا حتى لو معد بيزقك على الهلاك. النقطه الثالثه والاهم، عبد صالح الوحش تواجد في فتره من اغسطس لاكتوبر سنه 2000، انت واخد البطولة التاسعة تاريخ 12 ديسمبر سنة 2000، فبالتالي الخطاب ده لو افترضنا ان انت عايز تودي الناس لفكرة ان هو جاي لك من الفيفا، فالمفروض تذكر ان هو سنة 2001، وفي سنة 2001 يا كابتن خالد كان رئيس اتحاد كرة القدم المصري اللواء الدهشوري حرب. وعايز افكرك بحاجة تأكد ان اللواء الدهشوري حرب اللي كان موجود قبل ما تاخد بطولة ابطال الكؤوس اللي هي البطولة التاسعة في القرن الماضي، ان قبلها باسبوع كان في ازمة الطوبة، ها الطوبة بتاعت الحكم رضا التاج اللي اتعور واتقال ده اصل دي جايه من ملعب من جماهير المقاولين اللي مالوش جماهير، واللي هو كان كسبان 1-0. فاكر انت الماتش اللي اتعدى ده؟ ما كانش في عهد عبد الصلاح الوحش، كان في عهد اللي هو الدهشوري حرب، ومرت الامر بمرور الكرام، وتعادل المباراه وفاز الزمالك 3-1، بس اتحاد الكره اهلاوي. فدي يا كابتن خالد مجموعه اكاذيب في ورقه واحده، يعني انا مش عارف انت ازاي بتواجه الكاميرا بالخلفيه دي. لو انت مش متعمد انك توصل الرساله دي اللي الدكتور فيكن قال لك انا برفع مسؤوليتي، انا وزع فريق اعدادك فورا، فريق اعدادك اللي ورطك، فاكر ورطك في المختلط يفوز 6-0 في عهد الملك، وقلت لك اتحداك ان دي فوتوشوب، جيت انت في نفس الحلقه قلت انا بنعتذر طلع فوتوشوب. فكل الادله دي يا كابتن خالد بنرجوك احنا بقى كجماهير النادي الاهلي تطلعوا بسرعه بالملف بتاعكم على نادي القرن، وخدوا معاكم الدكتور فيكن، عشان احنا مش هنطلع محامي عندنا، احنا هناخد الدكتور فيكن يمثل النادي الاهلي عشان يطلق رصاصه الرحمه على نادي الزمالك ونخلص من القضيه دي. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش سبسكرايب في القناة، ونشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله. سلام.